Se quedó así. تصير الدموع لنجوم ستقيم في ذاكرة جماهيرها بما خلفت. لم يبقوا على عهدهم كما وعدوا، سواء كان الرحيل اختيارا اراديا ام دافعا قسريا. إنه يقول إنه لاعب سنغالي أتى ليؤدي مباراة صعبة ضد برشلونة. غياب رونالدو أثر على الجميع، لكن تهديداته قامت لإصابة في حد كبير. إن هزمنا أمام برشلونة بثلاثة أهداف مقابل واحد، لكن لدينا فرصة أخرى توجد أمام أتلتيكو مدريد. يمكن أن تكون مباراة صعبة، لكن بالطبع نطلب من الله الانتصار. حسن قال لن يترك ريال مدريد مصرا على البقاء فيه، لكن في النهاية لكن غياب ذاك اللاعب ترعى للجميع. اختلط أضلاع البي بي سي في المباراة القادمة. 17 عاما بل وفاء للريت لأنه لا نفع لسنه أمام العطاء الذي تتطلبه الكرة.